بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ دلوقتي إن شاء الله مع درس من الدروس المهمة جدا، الدرس السابع اللي هو جوجل مابس الشيبس. الشيبس الأشكال، إحنا لينا حق إن إحنا نرسم على الخريطة بتاع جوجل أي شكل من الأشكال، شكل دايرة، شكل مربع، شكل خطوط معينة، خلاص؟ الشكل ده بترسم كلاير فوق الإيه؟ فوق الخريطة. بس هنحدد منطقة، نحدد مجموعة مباني، نحدد الآخر. الشيبس دي يعني أشهر أنواع اللي فيها البولي لاينز والبوليجونز والسيركل والريكتانجل. والبولي لاينز مقصود بيها الخطوط طبعا، مجموعة خطوط، خلاص. والبوليجونز اللي هي الأشكال المضلعة دي، والسيركل أشكال مدورة، والريكتانجل طبعا الأشكال اللي هي المربعة والمستطيلة، خلاص. نمسك واحد واحد ببساطة كده ونشوف، نحاول ندرو أول واحد البولي لاينز. عايزين ندرو لاين على الماب من خلال البولي لاينز ديت. البولي لاينز ببساطة هو كلاس، كلاس عادي بيحدد لنا لينير، حاجة كده خطية، خلاص، على الماب. هو عبارة عن بياخد array يعني مجموعة متسلسلة، مجموعة متسلسلة، بس بتكلم على البولي لاينز، مجموعه متسلسله من اللاتيتيود واللونجيتيود لوكيشنز، عشان يعمل لك بيهم ايه؟ خطوط متوصله ببعضيها مترتبه ورا بعض. ده البولي لاينز ببساطه، خلاص كده. يبقى مجموعه من الخطوط لونجيتيود ولاتيتيود مترتبه ورا بعض، نحطها له. بيتحدد للبولي لاينز دوت حاجه مهمه جدا اسمها البولي لاين اوبشنز. البولي لاين اوبشنز ديت ده مهم جدا، لان ده بياخد ايه؟ السيريس اوف بوينتس، اللي هو سلسله من النقط اللي هي متمثله في لونجيتيود ولاتيتيود، خلاص. وهو يبدا يرسم، هو اللي بيحدد بقى اللون بتاعهم، الكالر بتاعتهم، الويت اللي هي تقلها، الاوباسيتي درجه ال تقول عليها ايه؟ الشفافيه، خلاص. الاستروك الخط واللون بتاع الخط دوت شكله عامل ازاي؟ قلنا الاوباسيتي والكالر والويت بتاعت الخط، اللي هو عباره عن مجموعه خطوط مشكله. طيب كلام جميل، عايزين نقدر نجرب ونعمل كده ايه؟ حاجه عملي. نروح كده على فين هو، ادي البراكتس بتاعنا، خلاص. هشيل طبعا اللي احنا كنا عاملينه ده، مش عارف هل احنا محتاجينه ولا مش محتاجينه، مش محتاجينه خالص. خلينا بس في الماب، هنشيل كل الماركرز والكلام اللي ايه اللي ملخبط الدنيا ده، مش عايز ماركرز خالص، ولا الفانكشن توجل دي، ولا الكلام ده كله، بس خلاص. بس انا عايز ايه الدنيا بقول، انا اعرف ماركر فوق، انا ببسط الدنيا على الاخر، ان انا عندي بس ماشي اللونجيتيود والاتيتيود مش مشكله، عندي ماي اوبشنز في السنتر والزوم والماب، وقومت الماب، بس ماب عاديه جدا، ماب ابيض خالص، خلاص. كلام جميل، لو نجرب كده بس نشوف الدنيا مظبوطه ولا ايه. لا في غلطه، نحاول ندور مع بعض. فانكشن هو نهايه الفانكشن ضيعه، نهايه الفانكشن هنا مظبوط قبل ما ننادي على الايفنت، المفروض كده مظبوط. نرجع هنا، تمام. ادي الايه؟ شكل الماب بشكلها الطبيعي البسيط، ما عندهاش اي مشكله، حلو قوي. طيب كلام جميل، عايزين نحدد مجموعه من ريفار، مجموعه من الخطوط. انت قال فلايت مثلا، لان كوردينيت مثلا، او ايه ريجن كوردينيتس، يعني اليمين، يعني الابعاد بتاعت الايه، بتاعت المكان ده، المفروض ان انا احطها بالشكل هنا ده، خلاص. شكل ازاي؟ شكل كده مثلا، يعني كده اهو،
ادي الاولاني يبقى دي اول نقطه لاول خط كوما، وادي الثاني يبقى النقطه الثانيه صح كده، وادي الثالث النقطه الثالثه، وادي الايه الرابع. يبقى هو عارف كده الايه الاربع خطوط اللي هو المفروض ان هو يوصلهم ببعض. مثلا هرجع اغير الخطوط دي كمان شويه، مش مشكله وقت هرجع اغيرها كمان شويه، بس انا عايز اوصل لك فكره البرمجيه وبعد كده بقى ايه نظبط الخطوط. ماشي، عايزين نعمل بقى الباث اللي هو المسار بقى اللي هيترسم على الخريطه، المسار اللي هيترسم على الخريطه. فقمت جاي هنا خلاص دي شويه خطوط يعني دي شويه ابعاد، قمت عامل فار فلايت باث خلاص بتساوي نيو جوجل. ده بقى الباث اللي احنا فعلا هنرسم بيه بقى دوت مابس دوت ايه بولي لاينز بولي لاين بس، ادي بدايته وادي نهايته. حلو، وهنا ممكن احدد الاوبشنز. ممكن تحدد الاوبشنز كده، خش بقى كده حدد لي ايه اوبشن اوبشن. اول حاجه الباث المسار بتاعه اللي هيمشي فيه ايه هو؟ قلت له هو ريجن كوردينيتس خلاص ابعاد المنطقه دي، دي الابعاد بتاعت المنطقه اللي هو المفروض يرسمها. قال لي ماشي، دي حاجه. الحاجه الثانيه نحدد بعد كده الاستراك لسلوك الخط كالر، يبقى لون الخط بتاعنا ده بالهكسا ديسم اللي ممكن نحط اي لون، وليكن انا هحط لون مثلا ايش هو طبعا هو رجب ريد جرين بلو ار اللي هي ار اف اف دي اقصى لون من الاحمر، وبعد كده 0000 يبقى كده ايه احمر احمر خالص خلاص الخط احمر. بعد كده الاستراك خلصنا الكلر، هناخد الاوباسيتي خلاص، وقلت له مثلا درجه الاوباسيتي بتاعتي مثلا 1 والوضوح خلاص، والستروك ويت اللي هو اللي هو درجه حجم الخط يعني درجه يعني السمك بتاعته خليناها 2. ماشي حلو. بعد ما ظبطنا الفلايت باث ده هاجي اقول له ايه، او نقول بقى ما سماش لايت لا ايه ريجن باث مسار المنطقه، وقمت قايل هنا ريجن باث دوت سيت الماب بتاعتك، خلي الماب بتاعتك اللي انا واحده قلت له اللي سميناها احنا اصلا بالاساس ماب، يعني سميناها بالاساس ماب دي اللي تحت اللي هي الماب والماب اوبشنز بتاعتها، قلت له خليهم فوق الماب والماب اوبشنز دول بس ان هم دول اساس بعيد عن الاكزامبل بتاعنا. حلو، دي كده الماب قايمه لغايه هنا كده الماب هتقوم، وهنا حددت شويه كوردينيتس شويه اكس واي كده الاماكن، وهنا عملت ريجن باث عملت المسار بتاعها اديتها كل الكوردينيتس، وبعد كده حددت اللون والاحجام والكلام ده كله ودرجه الوضوح والثقل بتاع الخط، وسلمته الماب فيعرف ان ده هيترسم على الماب ديت ومفروض يوم. بس طبعا كده هو مش هنشوف الرسمه لان كل الايه الكوردينيتس بتاعتنا طبعا لو ضربت الوقت هتلاقي الكوردينيتس كلها في حته واحده، بس في غلطه الاول نظبطها وبعد كده ايه نبص. ماشي نشوف ده الاول، ادي غلطه ادي غلطه على طول، هنا القفله جت هنا معرفش ازاي، والقفله تيجي قبل ما نقوم على طول قبل ما اقول له يا جوجل ماب ايفنت خلاص. تمام، طبعا انا مش شايف حاجه ولا انت هتشوف لان طبعا ايه المفروض كلهم في نقطه واحده، انا ما حددتش، انا محتاج ان انا اغير الابعاد دي. انا ظبطت الكوردينيتس بتاعتي بالمنظر ده اربع نقاط، ممكن احط خمسه سته زي ما انا عايز، ممكن احط لو انا عايز اقفل النقاط. ماشي خلينا نجربها الاول كده، لا ادي اترسمت اهي خلاص النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة، النقطة الرابعة. لو أنا عايز أوصل النقطة الأولى بالرابعة أنا ممكن طبعا آخد إن النقطة الخامسة تكون زي النقطة الأولى، في الحالة دي هيوصلوا ببعضيهم كده أهو صح؟ بالظبط كده، فقفلهم أهو
بكده نكون ايه استخدمنا البولي لاينز. وطبعا لو عايزين نشيلها اثناء الكود من ريجن باس او اسم الحاجه سيت ماب وخلينا نوت ايه نل. وفي الحاله دي طبعا مش هتت ايه مش هتترسم ولا هتظهر على الخريطه خالص. اما لو اديتها الماب هتبدا تترسم على الايه على الخريطه كده. نشوف شفنا ازاي نعمل ادنج للبولي لاينز وازاي نعمل ريموف للبولي لاينز.